سلام حبيباتي الزول فلوان، ان شاء الله راكم كامل ملاح وتكونوا كامل اون بون سونتي. مرحبا بكم في فيديو جديد كما العاده، يعني من سلسله رمضان رجعت لكم فيديو نحجك معكم نهاري واش طيبت وكلكو ديسير السهره رمضانيه، باسكو بزاف منكم طلبتوا مني دي ديسير ولا هكا ديرينا ليليا سهره رمضانيه. دونك حبيت ندير لكم اليوم هاد الفيديو باش نشارك معكم دي غوسات ايتو. على بالكم هاد لانترو كنت صورتها في لافان تاع لا سواري، كي خلاص فطرنا ايتو لبست عبايتي وحطيت شويه ماكياج، قلت والله غير دوكا ندير هاد لانترو هكا باش نبدا بها الفيديو. سينو حبيباتي بلا ما نطول عليكم الهضره بزاف، قبل ما نخليكم تتفرجوا الفيديو ما تنساوش تشتركوا عندي في القناه وديروا لايك اذا عجبكم، وصحه فطوركم وصحه سحوركم، وهيا نخليكم تتفرجوا. دونك اول وصفه حبيت نشاركها معكم اليوم حبيبتي هي وصفه بانيني، وصفه بزاف سهله وهايله. دونك للمقادير راح نسحقوا كاس كبير هكا كيما راكم تشوفوا حليب يكون دافي، يعني نتوما تجيبوا الكاس اللي مولفين تخدموا به هاد النوع من الوصفات، يعني باش يكفي الافراد العائله نتاعكم. كيما قلت لكم كاس حليب يكون دافي، مغرفه كبيره سكر، مغرفه كبيره خميره الخبز، وربع مغارف كبار زيت، والملح راح نحطه منه أبخي حتى وين يعني تتفاعل الخميرة. وبعد ما خلطت المقادير هادوما بالفوي كيما شفتوا معايا، دوكا راح نبدا نحط الفارينة. الفارينة حبيباتي قدرت تديكم حتى زوج كيسان، يعني تبقى على حسب الفارينة اللي راكم تخدموا بها، يعني حطوا من الفارينة حتى وين تتجمع لكم العجينة تولي هكا تخرج يعني هشيشة ورطبة. فوالا دونك هنايا انا حطيت الفارينة وبديت نخلط بروميرمون بالفوي، ومن بعد راح نزيد الفارينة ونجمعها بيدي. كما قلت لكم حبيباتي وصفه سهله وبنينه بزاف خرجت لي الافا، انا جما طوندي با تخرج لي هكا صراحه. يعني هذه اول مره نحضر لي بانيني في الدار، مو عارفه ناكلهم برا ونشريهم من برا، بصح انا باش نحضرهم في الدار هذه اول مره. كما شفتوا معايا هنايا حطيت الملح مع الفارينه، يعني خلطت الملح مع الفارينه وراح نكمل نجمع، ومن بعد نعجنها شويه حتى وين تولي كما قلت لكم هكا تحسوها هشيشه ايتو، وبعد نحطوها في ان ريسيبيون ونخليوها تخمر. كيما قلت لكم حبيباتي يعني ماشي موالفه نحضر سو جوغ دو غوسات عندي في الدار، انا توسكي عجينه نخاف منها صراحه ما نكذبش عليكم، باسكو شحال من خطره هكا دات حاجه وما صدقتليش، وليت ما نحبش العجينه ما نتفاهمش بزاف معاها، بصح هكا دو طون زون طون كوميم نحب نسيح وايد جدد جامي داتهم ديجا. كيما راكم تشوفوا حطيتها في ان ريسيبيون غطيت عليها، ودوكا راح نحطها في بلاصه تكون دافيه باش تخمر. هنايا راح نوجد لو بولي، دونك عندي بلون دو بولي كيما راكم تشوفوا قطعته مرصويات صغار، وراح ندير لا ماريناد. دونك كاع هادوما لي زيبي اللي راكم تشوفوا فيهم راح نحطهم مع البولي، وراح نزيد تانيك شويه من الياغورت ناتور. دونك انا لي زيبيس استخدمت فلفل كحل، بودره الثوم، استخدمت شويه راس الحانوت، شويه كزبر، فلفل احمر، يعني حطيت من كاع لي زيبيس اللي عندي في الدار، وزدت تاني الملح. الملح ديما راكم تعرفوني يعني ماشي اول مره ديما ننسى الملح، وراح نخلط كاع هاد البولي باش يدخل فيه كاع هادوك لي زيبيس ايتو، ونغطي عليه ونخليه دو كوتي حتى وين يوجدوا ليا لي بانيني. وهنايا كيما راكم تشوفوا راني جبت هذيك العجينه خمرت ما شاء الله خرجت لي هايله كيما راكم تشوفوا راهي تبان، ودوكا نخليكم تشوفوا معايا، يعني راح ندير هكا خريصات صغار، بصح ما نكثرش فارينه حبيباتي باسكو العجينه اصلا خرجت لي بزاف هايله، غير شويه تتلاصق، سي بور سا حطيت شويه فارينه. دونك خليكم معايا باش تشوفوا اكزاكتومون واش راح ندير.
فوالا حبيباتي، بعد ما شكلتهم كيما راكم تشوفوا قريصات صغار، دوكا راح نجي نحلهم وندير لهم الشكل تاع هذوك الخبيزات تاع لي بانيني. يعني جينيرالمون هذا هو الشكل اللي يديروه بوغ لي بانيني. ابري نتوما تقدروا ديروا شكل واحد اخر اذا راكم حابين، يعني تبقى حسب الرغبه نتاعكم. هذا هو الشكل اللي درتو انايا كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نحطهم هكا في ان بلا ونزيد نخليهم يخمروا لمده 30 ولا 35 دقيقه، يعني على حسب درجه الحراره وين راح نحطوهم. يعني اذا كانت البلاصه دافيه راح يخمروا رابيدمون، واذا ما كانش دافيه راح يديو بلوس دو طون. فوالا هذا هو الشكل نتاعهم. بعد ما خليتهم لمده نص ساعه في بلاصه تكون دافيه كيما قلت لكم، هكا خمروا خرج الشكل نتاعهم بزاف هايل. دونك ندخلهم للفور نطيبهم ونعاود نرجع لكم باش تشوفوا كيفاه خرجوا لي. اي فوالا حبيباتي، بعد ما طابوا شوفوا شحال الشكل نتاعهم يشهي. دوكا راح نجوزوا الحاجه واحده اخرى، دونك خليكم معايا. وهنا يا حبيباتي خليت 3 قريصات هكا، حبيت نسييهم يعني نطيبهم في مقلاة. درت لي بانيني درت 5 وهادو ما درت 3، دونك خرجوا لي او توتال 8. دونك حطيتهم هكا في مقلاة، قلت نطيبهم هكا كي شغل مطلوعات صغار. ومن بعد حطيت عليهم شويه زيت وشويه معدنوس هكا من الفوق، وخرجوا لي بزاف بنان هكا مع الشربه ومنا، خرجوا لي هايلين هكا، حبيت برك نسييهم. وهنا حبيباتي جيت دوكا يعني نوجد لهذيك لاصوص تاع البانيني. كيما راكم تشوفوا هنايا جبت 2 حبات فلفل، جبت وحده صفراء وحده حمراء، حطيتها غير هكا شويه منهم يعني ماشي كاملين. ودوكا نجيب مقله ونحط عليها هذاك لو بولي ماريني كيما راكم تشوفوا. وتاني كاين عندي كسبر ولا معدنوس كيما راكم تشوفوا. انا نستخدم بزاف الكسبر، يعني كاين ميم دي غوسيت تقول لي ماما لازم تحطي فيهم معدنوس ماشي كسبر، بصح انا نحب كوميم كسبر باسكو الكسبر اللي نحس لو غون تاعو يعجبني اكثر من المعدنوس. معدنوس ما نحبوش بزاف. وهنايا تاني كنت درت يعني شربه بصح اليوم فيرميسيل ماشي فريك، وحطيت لو بولي نتاعي مع الكزبر وهذاك الفلفل اللي قطعته مرصويات صغار كيما راكم تشوفوا. دوكا راح نقليهم تري تري بيان، ومن بعد راح ندير شويه جومبو. يعني مقبل ما حطيتش، دونك حبيت نحط دوكا باسكو نسيتها، حطيت شويه جومبو وتانيك زدت هريسه. على بالكم الهريسه في هاد ليطاب راح تزيد بنه لهاد لاصوص. وهنايا راح ندير الفلون، دونك عندي فلون نوارا بعثوه لي من فرنسا باسكو هنا في الالمان جامي نلقاه. دونك درت لوغو فاني اليوم، وراح نحطه في امول هكذا ان شاء الله العشيه كي نجي نقلبو راح تشوفوا لا كاتاستروف اللي درتها. بصح راح تلقاوه في فيديو الجزء الثاني باسكو الفيديو تاع اليوم ما حبيتش يجي طويل. هنا يا حبيباتي تجي دوكا يعني نعمر لي بانيني تاعي، درت غير 2 ما درتهمش كامل. ودوكا راح نحط فرماج. هنا يا حبيباتي على حسب الرغبه نتاعكم، انا حطيت فرماج وزدت حطيت شويه مايونيز، وفي الجهه الاخرى حطيت هريسه، ومن بعد حطيت لاصوص هذيك تاع البولي اللي حضرتها معاكم، وزدت كلكو هكا فخيت ماشي بزاف غير هكا 2 ولا 3. وهذا مكان ندخلهم هذه لابانينوز هذه، ودوكا راح تشوفوا الشكل نتاعهم. انا والله حسيت روحي فريمون شي فيغ دو موا باسكو ما جو ماتوندي با يخرجوا لي هكذا. عجبني بزاف الشكل نتاعهم وخاصه لو غو نتاعهم. مام عبدو عجبوه بزاف بزاف، قال لي لازم تعاوديه لنا لو بلو فيت بوسيبل. دونك نخليكم تشوفوا تانيك لا طابل نتاعي كيفاه ديكوريتها وكيفاه حطيتها ايتو، ومن بعد نرجع لكم.
طريقة التزيين حبيباتي تقعد على حسب الرغبة نتاعكم، يعني متأكدة بلي كل وحدة فيكم عندها طريقة خاصة تفنن في طريقة التزيين نتاعها. أنا حطيتهم على دي فخيت، حطيت هكا ديكوردون عليهم دي زوليف، وهاد الكسبر غير هكا بوغ لا ديكو. وهذا مكان، هذه هي طاولتي المتواضعة اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. يعني أنا كنت هكا حبيت ندير حاجة واحدة أخرى، بصح والله ما ناكلش بزاف حبيباتي على الفطور، ما ناكلش بزاف على بيها، يعني ما نطيبش حوايج بزاف هكا باش ما نخليهمش يعني يفسدوا بوغيان ولا نرميهم حشر زق ربي، على بيها يعني ندير غير الحوايج اللي ناكلوهم. ان شاء الله يكون الفيديو نال اعجابكم حبيباتي. دوكا راح تشوفوا معايا هاد لي بانيني كيفاه خرجوا لي، على بالكم ناكد ونعاود اكل بوا عجبتني هاد الوصفه. دونك حبيباتي سيوها وما راحش تندموا عليها، يعني وصفه ناجحه 100% وبنينه بزاف. وهذا ما كان حبيباتي كيما قلت لكم، ان شاء الله يكون الفيديو نال اعجابكم. ما تنساوش يعني ما تبخلوش عليا بلي كومونتير والجيم اذا عجبكم الفيديو، وتاني تشتركوا عندي في القناه. وهاد لا فيديو اللي راكم تشوفوا فيها دوكا هي سهرتنا اليوم، بصح راح تشوفوها في جزء الثاني حبيباتي، يعني في لا بروشين فيديو ان شاء الله. تهلاو لي في رواحكم، وما تنساوش حبيباتي هكا تبارطاجيو هاد لا فيديو مع صحاباتكم، ولا باسكو راني ملاحظه بلي ما راكمش تبانوا هاد الايامات. سينو تهلاو في رواحكم حبيباتي، باي باي، ونتلاقاو عن قريب ان شاء الله.